بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى أبنائي طلاب المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى. كل سنة وأنتم طيبين. بعد ما قررت الوزارة إن طلاب الفرقة الرابعة والثالثة والثانية بخصوص مواد التخلف إجراء أبحاث، في حين على طول رفعنا لحضراتكم ملخص لكيفية عمل البحث، وكذلك المواد اللي هيعمل فيها بحث في السنوات رابعة وثالثة وتانية، دي لمواد التخلف. بمعنى ان عند الطالب حاليا في سنة رابعة، اذا عنده مواد، ممكن يكون عنده مواد متخلف فيها من الفرقة الثالثة أو الثانية أو الأولى. يعني طالب رابعة حاليا ممكن يكون عنده مواد شايلها في من سنة ثالثة أو من ثانية أو من أولى. أما مواده اللي راسي فيها في الفصل الأول السنة دي، لا دي هتبقى ترم صفر. يبقى طلاب رابعة مواد التخلف من ثالثة ومن ثانية ومن أولى هيقدم فيها بحث. المواد اللي نتيجته ظهر الفصل الاول السنه دي انه راسب فيها دي هيمتحنها في الترم الصفر. دي بالنسبه للرابعه. المواد العاديه الرابعه الفصل الثاني دي حطينا جدول امتحان ورفعناه لابنائنا الطلاب، يبدا 4/7 7/2/4 الاسبوع الاولاني، سبت 2/4 الاسبوع الثاني، والجدول معلن بتفاصيله. وبهذه المناسبة بذكر أبناء الطلاب حرصا على صحتكم وصحتنا وصحة الجميع، ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء، لابد أن تأتي إلى المعهد بكافة إجراءاتك الاحترازية، كمامة الجوانتي وسائل من الكحول اللي استخدامه في عملية التطهير. دي من جانبك ومن جانبنا احنا كذلك، مش هنقصر، لكن لا تعتمد علينا كليا. بمعنى ان احنا هنقوم بدورنا 100% وانت تقوم بدورك 100% حماية للجميع، ومش هتخش امتحان الا بمختلف الاجراءات الاحترازية اللي جاي متوزع توزيع متباعد، بحيث نضمن بفضل الله وحده سلامتكم من اي اذى او من اي مرض او من اي وباء. ده بالنسبة للفرقة الرابعة ادارة ومحاسبة. نيجي للفرقة الثالثة، الطلاب المقيدين هذا العام 19/20 في الفرقة الثالثة. إذا هيبقى عنده تخلفات من الفرقة الثانية أو من الفرقة الأولى. من الفرقة الثانية أو الفرقة الأولى هيعمل فيها أبحاث. أما المواد اللي شايلها من الفصل لهذا العام، ده هيمتحنها في الترم الصيف. بخصوص طلاب الفرقة الثانية حالياً 19/20 العام 19/20، دي ممكن يكون عنده مواد تخلف من الفصل من الفرقة الأولى. اما بخصوص نتيجته في الفصل الاول، لو عنده ماده ولا اثنين بيمتحنها في ترم الصيف. يبقى نعود تاني، رابعه اداره ومحاسبه، الامتحانات العاديه المواد العاديه بتاع السنه دي هيمتحنها في 4/7. اما المواد اللي شايلها الطالب المقيد حاليا في الفرقه الرابعه، انا بكرر تاني، من ثالثه او من ثانيه او اولى هيعمل فيها ابحاث. طلاب ثالث حاليا في العام 19/20 هيعمل لي ابحاث في مواد التخلف في الفرقه الثانيه والاولى. طلاب المقيمين حاليا في الفرقه الثانيه هيعملوا ابحاث في المواد اللي متخلفين منها من الفرقه الاولى. ده خلاصته. طيب عملنا احنا حاجتين، رفعنا لكم الكلام اللي انا بقراه لكم ده على الموقع، ورفعنا لكم الموضوعات اللي هتعملوا فيها ابحاث. طالب بيرجع للماده اللي عنده اللي هتخلف فيها ويختار موضوع منها ويقدم بحث لنا فيه. ده بالنسبة للفرقة الأولى الرابعة والثالثة والثانية، ومع ضرورة التأكيد على الإجراءات الاحترازية لطلاب الفرقة الرابعة أثناء أداء الامتحان ابتداء من 4/7، مع تمنياتنا بالتوفيق.